إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع مجلس البحث العلمي تقدم وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع وسهل الوصول إليها. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات تواجهها منطقة الورش الصناعية العشوائية. تهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية. المشروع بيئي قائم على استبدال البلاستيك ومنتجاته بجذور الخضر مع خلطها مع المخلفات الزراعية. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. فمن خلال هذا البرنامج نسعى إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد عند الطلاب. حوار مع باحث، نبني بخطى ثابتة منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين الكرام أجل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم إلى ملتقى علمي معرفي بحثي جديد نقدمه لكم في حوار مع باحث. في كل حلقة من كل أسبوع نقترب من مشروع بحثي أو برنامج يشرف عليه مجلس البحث العلمي. كنا قد اقتربنا من الفائزين في الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2019، وفي حلقة هذا الأسبوع سنقترب من إحدى المشروعات المكرمة ضمن جائزة برنامج دعم بحوث الطلاب للعام 2019. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا وحوار مع باحث. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل بإمكانكم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلس البحث العلمي عبر @trc_oman في تويتر والفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب. حوار مع باحث. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام. عنوان البحث المنشور في جائزة برنامج دعم بحوث الطلاب لعام 2019 في قطاع الصحة وخدمة المجتمع حول مدى وعي المستهلكين عن تلوث عربات التسوق بالبكتيريا المسببة للأمراض، والذي يأتي أيضا متزامنا في هذه الفترة مع التوجيهات والإرشادات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. أرحب بالباحثة الرئيسية في هذا البحث العلمي المنشور، وهي بيان بنت حمدان الشكيلية، الخريجة من جامعة الشرقية في تخصص علوم غذاء وتغذية إنسانية. أهلا ومرحبا بك بيان معنا في حوار مع باحث. أهلا وسهلا. بدءا بيان، نريد من خلالك التعريف
للمستمعين الكرام عن الفكرة العامة لهذه الدراسة البحثية حول مدى وعي المستهلكين عن تلوث عربات التسوق بالبكتيريا المسببة للأمراض. ما الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة وأهميتها وأهدافها؟ الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة بحيث أدرجنا أحد أكثر الأماكن أو الأسطح العامة الملوثة ألا وهي عربات التسوق. قسنا فيها مدى مستوى وعي المستهلكين ومستوى النظافة الموجود في كل محل تجاري. بحيث يتضمن هذا المشروع رسالة من خلالها تزيد من وعي المجتمع تجاه استخدام هذه الأسطح العامة. ممتاز. طيب أهم الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة كونها دراسة أيضا نوعية من تخصصها، فماذا تسعى إلى أن تحقق من أهداف؟ تحقق من أهداف من زيادة وعي المجتمع كفكرة أولية. الفكرة الثانية زيادة ثقافتهم من حيث الناحية الصحية أو من ناحية مستوى النظافة بالنسبة للمحلات التجارية. مثل ما لاحظنا كان في الأونة اللي قبل كان ما في ثقافة أو في نظافة مثل ما صار الحين لما صارت الجائحة. صحيح. صار في اهتمام أكثر من ناحية ثقافة النظافة واستخدام للمعقمات. فإحنا حاولنا نوقف فيه بدائل أو من زيادة اللي هي وعي المجتمع أو نوصل رسالة للجهات المختصة بحيث أنها تنبه الناس وتزيد من وعيهم. ممتاز. طيب الآن ما المراحل التي مرت بها هذه الدراسة؟ في البداية هي كانت كفكرة، حاولنا من خلالها نقيس فكرة، حاولنا نقيس وعي المجتمع، هل المجتمع واعي بمخاطر هذه البكتيريا الموجودة على عربات التسوق أم لا. من بعدها وجدنا أنه ما في وعي كافي عند المستهلكين اللي يستخدموا عربات التسوق. كيف قصتوها بيان؟ في البداية حددنا اللي هي منطقة محافظة الشرقية اللي أجرينا عليها البحث لأن المركز أو المختبر اللي استخدمناه اللي هي مختبر جامعة الشرقية، على أساس العينات ما تتلف لما نأخذها من المواقع أو من المراكز التجارية. فأخذنا مسحة فاستخدمنا الأنبولات أو علب مخصصة تحتوي على مادة مخصصة أو ميديا مخصصة، أخذناها ومسحنا من المقاعد ومن مقابض العربات. ممتاز. احتوينا هذه البكتيريا في هذه الحاويات ثم نقلناهم إلى المختبر، مختبر الجامعة، وأجرينا عليهم. احتضناهم لمدة 48 ساعة تحت ظروف معينة، 37 درجة سيليزية. بعدها فصلنا الحامض النووي مالها عشان نتعرف على كل نوع من هذه البكتيريا. طيب ثم ما الأدوات التي استخدمت في هذه الدراسة للوصول إلى النتائج؟ في الحقيقة هي كانت أحد التحديات اللي واجهناها. استخدمنا أمبولات بحيث أنها تحتوي على ميديا معينة تحافظ لنا غير انتقائية، استخدمنا فيها هي هنا وسط غذائي غير انتقائي بحيث أنها توفر لنا اللي هي البكتيريا كاملة اللي موجودة بحيث أنها ما انتقي نوع معين اللي ينمو فيها. ثاني شيء استخدمنا عازل للدي ان اي، استخدمنا انكوبيتر بحيث ان نحتضن هذه العينات، ميديا مخصصه هذه. لكن كان في احد التحديات انه ما كان موجود كامل المعدات اللي هي ان تخرج لنا النتائج بشكل اسرع. نعم. انتم ايش المعدات التي استخدمتموها بيان؟ ما الأجهزة والتقنيات التي استخدمتموها لتحليل العينات التي أخذتموها من هذه المنطقة أو المحافظة، محافظة الشرقية، لدراستها؟ الأمبولات اللي هي مخصصة سبق ذكرت تحتوي على ميديا مخصصة. هي في البداية احتويناها في هذه الميديا المخصصة بحيث أننا ننقلها إلى المختبر، مختبر الجامعة. وإيش فكرة هذه التقنية اللي ذكرتيها؟ بحيث ان تحويلي هذه، اخذنا اول شيء مسحه منها في هذه الانبولات اللي تحتوي على هذه الميديا بحيث اني احافظ على البكتيريا بحيث انها ما تتلف. نعم. او اني بحيث انها ما يتكاثر عددها، او ان اخذ عينه بتكون غير صحيحه من الموقع. طبعا العينه كانت عشوائيه ومن اكثر من مكان. عشوائيه، احنا سحبنا 140 عينه من 14 محل تجاري.
طيب هل يعني هذه العربات أحجامها مختلفة؟ الأوقات أيوة مختلفة؟ أيوة في أوقات مختلفة. طيب كان بعد ما كل المراكز التجارية تقبل إن نسحب منها عينات. نعم. طيب الآن إيش التحديات التي واجهتموها في هذه الدراسة؟ سبق وذكرت أن أحد التحديات كان مش جميع المحلات التجارية كانت تقبل نسحب منها العينات. طيب الشيء الثاني لازم نحافظ على العينة لما نسحبها من الموقع إلى أن تصل إلى المختبر تكون سليمة، ما تلفت درجة حرارتها، ما تغيرت. الشيء الثالث المعدات والأجهزة، كنا نحتاج معدات وأجهزة تكون أكثر حديثة ومتطورة بحيث أنها تخرج لنا نتائج بشكل أسرع وبشكل أدق في نفس الوقت. نعم. طيب الآن ما أبرز النتائج التي توصلتم إليها؟ أبرز النتائج التي توصلنا إليها بأن في بكتيريا من نوع الإشريكية القولونية أو ما تسمى بالإشريكية كولاي كانت موجودة في 69 عربة تسوق. فهذه النوع من البكتيريا أو هذا النوع البكتيريا كان نقدر يكون موجود في جسم الإنسان اللي هو ما يشكل له أي خطر، لكن في نوع أو في سلالات من هذه البكتيريا بإمكاننا تصيب الإنسان وتسبب له اللي هو إسهال دموي بحيث إنه يعني يكون مخاطر تكون أشد وأقوى. في النوع الثاني اللي هو يندرج كثاني أكثر نوع موجود اللي هو الثاني موجود كان في 52 عربة تسوق. نعم. وبكتيريا أيضا 52 عربة؟ في 52 عربة، هن 140 عربة. طيب أنت ذكرتي الرقم الأول 69؟ أيوة 69. طيب وجدتوا فيه بكتيريا تصنف أنها بكتيريا غير ضارة؟ لا ضارة. في نوع من سلالات تكون غير ضارة. نعم. لكن إحنا لما فحصتوها وجدتوها أنها فحصتوها هذا النوع يكون ضار، هو يعتمد على حسب النوع كم العدد الكولوني. طيب المستعمرات الموجودة. والاثنين وخمسين؟ 52 النوع الثاني. إيش حصلتوا فيها نوع البكتيريا؟ ثاني نوع اسمها. طيب إيش أضرارها؟ 52 إيش خطورتها؟ نفس الشيء تسبب هنا يكون في عندنا إسهال دموي. طيب من نوع الكوليفورم. وهذه مجمل العربات. نعم. طيب هل في نتائج أخرى توصلتم إليها، توصيات اقترحتموها في هذه الدراسة؟ أيوة في توصيات اقترحناها. في البداية ما وضحت إن كنا من خلال لما نسحب من العربات عينات. نعم. كنا نجرى مقابلة في نفس الوقت مع المستهلكين الموجودين في عربات الموجودين في المراكز التجارية عن مدى وعيهم عن عربات التسوق. طيب يعني بطريقة المقابلة السؤال والجواب. أيوة. أيوة. فكان الأغلب غير واعي والبعض منهم إيش طبيعة الأسئلة؟ إيش طبيعة الأسئلة التي كنتم توجهونها؟ كنا نسأل بشكل مباشر، يعني هل يخطر على بال المستهلك وجود بكتيريا في هذه عربات التسوق؟ الأغلب لا، يظن إن فقط يعني أماكن تسوق، أماكن الترفيه، ما يعني مكان جميل، ما عنده أدنى فكرة بإنه يلتقط بإمكانه يلتقط من هنا مايكروب يسبب له أمراض في المستقبل أو إنه ينقله لأطفاله أو لأهله في البيت. طيب هذه النسبة الأغلب؟ الأغلب. نعم. في البعض كان ياخذ بالاحتياطات بس ما بشكل كبير، يعني عنده وعي لكن نادر، القله قليله يعني ما. طيب انتوا ايش التوصيات التي اقترحتموها في هذه الدراسه؟ في البدايه كتوصيات خاطبنا الجهات المختصه. نعم. كرساله بحيث ان كل مركز تجاري يوفر معقمات قبل الشخص ياخذ العربه يكون في شخص يعقمها. هذا لاحظناه في هذه الفتره. نعم. لكن قبل لانه كانت ما في جائحه او ما في امراض ما كان موجود، لكن حلو هذه الثقافه تكون قبل لا تصيب اي دوله. صحيح. مثل هذه الامراض. الشيء الثاني اقترحنا انه يكون في حواجز بلاستيكيه تكون موجوده على العربات، بعد ما خلص المستخدم او المستهلك منها توضع في اماكن مخصصه ويتم اعاده تدويرها. الشيء الثالث زياده وعي المجتمع، مثل ما صار الحين كان في الكثير من الناشطين الاجتماعيين وسائل التواصل الاجتماعي تنبه الناس. نعم. بخطوره يعني هذه الميكروبات او البكتيريا الموجوده على هذه العربات. طيب يعني كيف الواحد يستطيع ان يقي نفسه
بيان بطريقة مباشرة بإمكان الشخص بأقل أقل أقل شيء إن بعد استخدامك لعربة التسوق يغسل يده بالماء والصابون كذا خلاص أنا تخلصت، أو إنه قبل ما أستخدم هذه العربة أعقم يكون عندي معقم، أو إنه المفروض إنه يوفر في كل مركز تجاري معقمات عند مكان أخذ العربات. يستخدم قبل لا يستخدم هذه العربة يعقم يستخدمها. طيب يعني ترى أيضا الأمر ينطبق على بقية الأشياء في المجمعات التجارية. بالضبط. هو في الحقيقة إحنا بدأنا دراسة أدرجنا العربات التسوق في أماكن أو أسطح عامة ثانية يشملها هذه الآلية. طيب أنتوا في آفاق مستقبلية لتطوير هذه الدراسة؟ عندكم مشروع أيوة. قادم؟ فيش؟ أيوة في مشروع قادم حيث أن نفس الشيء لكن يكون على الأسطح الحواسيب أو في عندنا البنوك اللي هي في الـ ATM أو عندنا يكون في المنيو اللي موجود في المطاعم. صحيح. نفس الشيء يعتبر كسطح عام، وبعد لازلنا قائمين يعني على هذا البحث بحيث أنه في نوع من البكتيريا ظهر في أحد العينات قد يكون مقاوم للعقاقير لكن ما متأكدين بعد منها، لذلك ما أدرجناها في موضوع البحث لكن لازال قائمين عليها. نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله، ونشكرك على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث بيان بنت حمدان الشكيرية الخريجة من جامعة الشرقية في تخصص علوم غذاء وتغذية إنسانية. شكرا جزيلا لك يا بيان. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، والتي اقتربنا من خلالها من الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2019، وبالتحديد في جائزة برنامج دعم بحوث الطلاب، والتي في قطاع الصحة وخدمة المجتمع اخترنا الدراسة البحثية مدى وعي المستهلكين عن تلوث عربات التسوق بالبكتيريا المسببة للأمراض. شكرا لكم لطيب المتابعة، اللقاء بكم في الأسبوع القادم، إلى اللقاء. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي. الإخراج حمد بن عامر الوردي.